قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن عباس: واعبدوا الله يعني وحدوا الله. نقل ذلك عن عبد الله بن عباس الإمام عبد الله بن إبراهيم القرعاوي في كتابه حاشية المستفيد على مواضع من فتح المجيد، وده بالمناسبة من أعظم الحواشي على فتح المجيد. قال نقل عن ابن عباس أنه قال: واعبدوا الله يعني وحدوا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال العلماء: هذه خلاصة دعوة الرسل جميعا بما فيه محمد صلى الله عليه وسلم، دي خلاصة الدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب وين الصلاة والصيام والزكاة والحج وباقي الأركان؟ قالوا معنى الآية كأنك تقول: واعبدوا الله يعني وحدوا الله مع الإتيان بباقي الأركان ولا تشركوا به شيئا. لكن ليه ربنا ذكر واعبدوا الله التوحيد وحدوا الله ونهى عن الشرك فقط؟ ذكر ده صراحة وذكر باقي الأركان ضمنا. ليه؟ ليه ذكر الأمر بالتوحيد صراحة والنهي عن الشرك صراحة وذكر باقي الأركان من الصلاة والصيام والزكاة والحج ضمنا؟ ليه؟ نعم، لأنه باقي الأركان أصلا تبع لشنو يا جماعة؟ تبع للتوحيد. وفي الآية فائدة عظيمة جدا، أن أي داعية يركز على الدعوة إلى الصلاة والصيام والزكاة والحج والزنا وشرب الخمر زي دعوة الأخوان المسلمين، ولا يركز في دعوته إلى الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فهو داعية فاشل ومنهج باطل. أبو سفيان بن حرب كما جاء في البخاري لما سألوا هرقل قال له في النبي الظاهر ده، قال له: إلى ما يدعوكم؟ قال له: يأمرنا. شو الكلام ده؟ كيف ده؟ أبو سفيان رضي الله عنه لما كان مشرك لخص دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في كلمتين موافقات للآية دي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال له: يأمرنا بعبادة الله وعدم الإشراك به وترك ما كان يعبد آباؤنا. ده الدين. عشان كده داعية التوحيد يدعو للبسل الحاجتين ذي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يتكلم نعم عن الصلاة والصيام والزكاة والحج، لكن أعظم شيء يركز عليه يا جماعة الدعوة للتوحيد، زي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: واعبدوا الله يعني وحدوا الله ولا تشركوا به، أي بالله. لكن قال شيئا، قال العلماء فدخل بقول الله شيئا النهي عن الشرك الأكبر والنهي عن الشرك شنو يا جماعة؟ الأصغر. كل ربنا نهى عنه. الشرك الأكبر زي شنو مثلا؟ مثال للشرك الأكبر، الشرك الأكبر مثال برضو ما عارفين يا جماعة؟ أيوة الذبح لغير الله ده شرك أكبر بالمناسبة. ثاني دعاء غير الله. طيب اللي بيدعو غير الله ده لو اعتقد إنه الزول الدعاو ده يساوي الله في النفع والضر، ده مشرك شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر ولا أصغر؟ أكبر. طيب زول دعا غير الله لكن اعتقد إنه الدعاو من دون الله ده ما بيساوي الله، كذلك قال أصغر، ارفع يده عشان نشوف. هذه عقيدة محمد المنتصر الإزيري والله يا جد. كيف شرك أصغر؟ زول قال لي: يا شيخ فلان تنجدني وتفزعني، ده كمان فيه تفصيل إذا اعتقد ولا ما اعتقد، ده شرك أكبر. الفعل والقول ده شرك أكبر مخرج من الملة، ما فوق أصغر، يعني ما زي الحلف بغير الله، ده ما زيه، ده أكبر، طلعك برا الدين. لكن بعد ذاك الداعي ينعكمنا على القول وعلى الفعل، أما الفاعل القائل لذاته هو كافر برا الدين ولا لسه جوا، بعد ذاك في شروط وموانع، لكن الفعل بتاعه ده أكبر ولا أصغر؟ أكبر، ما في حاجة اسمه اعتقد ولا ما اعتقد. ده عقيدة الإزيري وعقيدة علي الحلبي ناس الصافية بتاع مسجد البخاري دي، حسن حامد وغيره، هذه عقيدة باطلة. زول يجب كفر عديل، قال لك ننظر إلى دواخله،
قصد انه كده ولا ما قصد كده، ده كفر اكبر. بعد ذاك يطلع برا الدين ولا ما يطلع، ده موضوع اخر بالشروط وبالموانع. لكن الفعل ده شنو يا جماعه؟ لابد تعتقد ان ده كفر اكبر مخرج من المله مره. خلاص؟ طيب. الشرك الاصغر زي شنو؟ قلنا ولا تشركوا به شيئا، دخل فيها الاكبر ودخل فيها شنو؟ الاصغر. الاصغر زي شنو؟ الرياء. لكن قال الشيخ الفوزان الرياء نفسه قد يكون شركا اكبر وقد يكون شركا اكبر اصغر. الرياء ذاته ما زي ما يعتقد كثير من الناس انه الرياء جميعه شرك اصغر، من الرياء ما هو شرك اكبر. ما بجوز؟ ليه؟ ها؟ وفين السرعة؟ الفاء ما في كل حاجة. طيب أيوة أيوة ده الفاء تفيد التبعية. أيوة يجوز لأن ربنا قال وما تشاؤون إلا إن شاء الله ربنا. وين الفاء؟ ما تشاؤون إلا إن شاء الله رب العالمين. بكل ما ضيفها أي كلمة من الفاء يعني الشيخ العثيمين قال في يوسف لأن الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، أما ثم تفيد الترتيب مع التراخي. فإذا قلت دخل محمد المسجد فأحمد، أي جاء أحمد عقب محمد يعني بعد محمد، فالفاء وثم لا يفيدان اثنين يا جماعة، لا يفيدان التسوية كما تفيدها الواو. لكن قال الأولى تركها لأن النص النبوي جاء بثم ولم يأتي بشنو يا جماعة؟ بالفعل. طيب ده مثال من أمثلة الشرك الأصغر. من أمثلة الشرك الأصغر كثيرة جدا. طيب ربنا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قلنا فيها معنى لا إله إلا الله. كيف؟ كيف؟ فيها معنى لا إله إلا الله أيوه. نعم قالوا لأن لا إله إلا الله فيها النفي وفيها الإثبات، فلا إله نفي وإلا الله إثبات، وكذلك هذه الآية وغيرها واعبدوا الله إثبات، فلا تشركوا به شيئا يا جماعة نفي. قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بينت الآية أسلوب الدعوة إلى الله وإلى التوحيد الدعوة الصحيحة. فسر هذا الكلام أن كل دعوة إلى التوحيد لا بد فيها من نبي إثبات. ذكرنا الكلام واحد لو قال يا أخي التوحيد أعظم أمر وعليكم بهذا التوحيد، وإن هذا التوحيد أكثر ما جاء في القرآن وأكثر ما جاء في السنة وأكثر ما ركز عليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وكان حجمه كبير زي ده خلاص. ها كيف؟ دعنا التوحيد ما دعنا، لأنه التوحيد لا بد فيه من نفي مش يا جماعة إثبات. بمعنى إن تدعو إلى التوحيد وتدعو مش يا جماعة الشرك برضه ما أكفر فوق. انت داعي فاشل لو قلت ان التوحيد امر عظيم وامر جليل وهذا الشرك خطير جدا جدا. لا دعا الى التوحيد ونهى عن الشرك ولا لا؟ لا قالوا لا بد من شنو يا جماعه؟ من التفصيل. طيب التفصيل ده دليل شنو؟ من نفس الايه بتاعت الباب شيئا يا جماعه. ربنا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به خلاص كده؟ قال شيئا وشيئا من الذي دخل فيها جميع انواع الشرك الاصغر والاكبر. فاذا الدعوه الى التوحيد لابد من نفي واثبات. كلام معلوم كلام ده مهم يا جماعه، لانه بيقال عليك الجماعات والدعاة في الساحه الفشل كله ما فاهمين دعوه التوحيد. واحد يقول لك انا لقيت دعوه التوحيد فلان فلان في المدينه. طيب وين دعوتك؟ يقول لك انا جربت وحضر شرحت الاصول الثلاثه شرحوا لكن ما دعا للتوحيد وما فيهم الوصول الثلاث اصلا ولا فيهم قدوه التوحيد اصلا. الامر الاول لابد في دعوه التوحيد من نبي و
واثبات من الدعوه الى التوحيد والنهي عن سبيل عن الشرك. وبرضه ده ما كفايه، الامر الثاني لابد من البيان والتفصيل في دعوتك للتوحيد ونهيك عن سبيل عن الشرك. الرسل لما جاءوا لقومي ربنا قالوا الى ثمود اخاهم هودا. خلاص؟ صالح وشيخ. والى عاد اخاهم هودا. ربنا لما رسلهم هود دعاهم بالتفصيل لحد ما في سوره الاعراف قالوا اجئتنا لنعبد الله. شوف التفصيل في الموقف. الايه دي قام الضيف. اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا. ده قول المشركين. وهناك ابو سفيان لما جرت رساله قال ما يدعوكم هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم قال لي يامرنا بعباده الله وعدم الاشراك به وان نترك ما كان يعبد اباؤنا. نفس الكلام ولا نفس مفسر ولا مفسر؟ في الايه ذكر من المشركين. في الحديث ابو سفيان الوقت ده كان مشرك فيهم دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك فيهم دعوة الرسول بتاعه بالتفصيل، معناته أي رسول كان يفصل أي رسول كان يفصل، وأيضا قول الله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، المشركين قالوا فيهم الكلام ده لأن الأنبياء فصلوا لهم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فصل لهم. أي داعي ما يفصل بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك دعوته ما هي دعوة السلف؟ ما هي دعوة السلف؟ ولو شرح الأصول الثلاثة القواعد الأربعة نواقض الإسلام العشرة لكن ما فيه ما هو وفاقد الشيء لا يعطيه تمام كنت على التوحيد. والله مسألة مهمة جدا من أهم المسائل في هذا الباب الأول من أهم المسائل. طيب الآية دي قال عبد الرحمن بن حسن على الشيخ صاحب فتح المجيد بكتاب فتح المجيد قال في بعض النسخ والمتون التي يعني لكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب الآية دي جاء قبليها قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه في النسخة في المتن وجاء الآية بعديها واعبدوا الله. قال لكن في هذه النسخة أنا جبتها قبل واعبد الله ولا تشركوا به شيئا في ترتيب الايات في الباقي. بعد ذلك يبدا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليه الايه الثانيه بعديها. ليه؟ قال لي تتناسب هذه الايه قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم مع اثر ابن مسعود. هو اثر ابن مسعود قال من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى التي عليها خاتمه فليقرا قوله تعالى قل تعالوا. فصاحب العمليه اخر الايه بتاعت قل تعالوا وقدم الايه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب الايه التي بعدها قل تعالوا في ترتيب الباب حسب ما رتب عبد الرحمن بن حسن على الشيخ قوله تعالى قل تعالوا انتم حرم ربكم عليكم. قال ابن كثير امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يأمر الناس المشركين والمؤمنين بأن يقبلوا أن يقول لهم أقبل وهلم. فمعنى تعالوا قل تعالوا أي أقبلوا وهلموا. أتلوا ما حرم ربكم عليه. أتلوا يعني أقص وأخبر. ما حرم ربكم عليه يعني النبي عليه الصلاه والسلام ده بيكلم النازل في المجلس ده بالمحرمات فقط. ده في رد على العوام وعلى جماعه الاخوان المسلمين. اللي يقول لك احنا فرضوا الناس تقول بس تتكلموا يعني ده حرام وده حرام وده حرام وده حرام. نفرضوا الناس تكلموا عن الجنه شويه. وفي رد على جماعه التبليغ اللي بيقول لك ما تتكلم في المحرمات لان المحرمات هي امراض الامه. لاحظت قبل كده تبليغ بيتكلم في حاجه حرام الشرك خليها صور يقدروا عليه والجماعه حرام سايق الزنا قتل النفس لقيت تبليغ عامل نصيحه بالزنا اللي انت تذكر حاول تذكر.
نجا ما بيتكلم عن المحرمات ليه؟ لانه عنده في القواعد بتاعت مدن الايمان الوضعاء العلماء الفاشلين المبتدع الضلال لا تتكلم للناس المحرمات فانها امراض الامه كما تتكلم ولا تتكلم الحرام. الاخوان المسلمين بنفروا منك الناس يقول لك يا اخي الرسول ده حرام ده حرام انتم شديدين. ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الايه قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليه بس في المجلس اكلمهم عن الحرام فقط. اذا يجوز انك تتكلم للناس شنو يا جماعه؟ في الحرام في بعض الخطب والمواعظ والحلقات والدروس. عشان كده حذيفه بن اليمان قال كان الناس قال في روايه قال تعلم اصحاب الخير وتعلمت شنو؟ الشر. وفي روايه قال كان الناس يسالون رسول الله عن صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت انا اساله عن الشر مخافه ان يدركني. وهو مسلم الصحيح. ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. يبقى اول حرام تحذر منه الناس هو شنو يا جماعه؟ هو الشرك بالله. في بعض الدعاة زي ناس العريفي، نبيل العوضي، محمد حسان، محمد حسين يعقوب، يعقوب الوالدين يا ولد الاسبوع اللي فات، الوالدين لا ما وغيره من الدعاة الفشل المبتدعة ما يتكلم بالشرك بالله. يتكلم ببات المحرمات. تلقى الشريط كله بكى عن واحد خطف له بنت والعربية لقت في الجدار بتاع الكوبري وتلمت السيارة بالبيت والولد جوا البحر والراديو كان شغال غنى يعيني ويليني يبكي الشريط كله ما فعل هؤلاء الشرك لله أهم منه لأنه قال قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم أول حاجة ألا تشركوا به شيئا كلام ابن كثير القريب للدليل قال ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر الناس المشركين شنو يا جماعة؟ وشنو يا جماعة؟ والمؤمنين المؤمنين الوقت ده شنو؟ أن أداء النبي صلى الله عليه وسلم هل هم عامة المؤمنين ولا صحابة؟ صحابة. في زول موحد أكثر من الصحابة بعد الرسل والأنبياء في ما في زول موحد أكثر من الصحابة بعد الأنبياء. رغم ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ألا تشركوا به شيئا وقال لباقي الناس ألا تشركوا به شيئا والصحابة أعظم الناس توحيدا بعد الأنبياء. يبقى ده فيه فايدة ليش؟ إنه حتى الناس الليلة اللي بيصلوا في الجامع اللي بيقولوا إحنا مؤمنين لابد ننهاهم عن الشرك بالله. لأن الرسول نهى الصحابة عن الشرك بالله وفوق ذلك نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الشرك بالله فقال الله لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعل وكن من الشاكرين. ده ربنا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اعظم واحد من خلق الله اجمعين. يبقى كيف باقي الناس العوام الليله يقول لهم ما تكلمونا بالشرك لانه بيصلي بالجامع وبينصوم وبينزكي وبينحج كرهتونا شرك شرك احنا ما مشركين. يقول لك مش يقولوا للناس هناك والله ما شفنا جامع قريب هو مسجد الوالدين اخوانا بيمشوا تكلمنا عن الشرك والتوحيد وحدين اعترضوا قالوا يا ناس عندهم لحى عن صرصورنا عديد من جماعه صرصور قالوا يا اخي الكلام ده مش يقولوا له هنا والله يا طيب معناته انتوا بتزعموا انكم انتوا اعظم توحيدا من رسول الله طالما ما يحذرون من الشرك إما إنكم تزعموا أنكم أقوى توحيدا من رسول الله لأن ربنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك هو الأنبياء الجبريل عليهم جميعا الصلاة والسلام وإما أن هؤلاء جهلة لم يتعلموا التوحيد بعد جهلة ما فاهمين حاجة
والجهل ده سبب الشيوخ اللي كانوا بيصدروا لنا العشر هنا ويقول لك التزمت بالشريط توبه احمد ابراهيم الدويش سعد البريك نبيل العوض محمد العريف ميما البيك سلمان العوده الناصر العمر كلهم دين دعاه مبتدعه فشل وفهموا الناس الدين بغلط ارتبط الدين صح كتاب والسنه بما مثلها ومن اعظم الكتب بعد ذلك الى التوحيد ده بيفهمك الدين صح صح عشان كده قالوا الشيخ بن باز شرحوا لحد ما مات اكثر من 90 مره 90 مره وكان يشرح من صفه رحمه الله تعالى بس عشان نسمع لكم ايتين من كتاب التوحيد الجامع كله بيتكلم انتوا زادوا السلفيين ده عيب يا جماعه الكلام والله هيك يعني انت عندك 8 يوم ولا 7 يوم من الليله للجمعه الجايه كان كل يوم بتحفظ لك حرف كان دي مش صلاه شنو يبقى ممكن تقلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا انا ما بدك من المقدمه فافهموا الحاصل يا جماعه مش احفظوا مش احفظوا هذا الكتاب عن ظهر قلب والا خلونا ما ندرس ذاك خلاص ندرس لناس ثانيين اولى بالتدريس منكم معلش انا قلت لك الكتاب ده بالذات فصفر فيه كثير مره تبقى تحفظ الباب ده والدرس الجاي اي زول ما حجوز ها نحن ما بنقول ما يجينا لكن والله انا جوه من الجامعة حافظ ها نشوف الحاصل بركة ان شاء الله تعالى نواصل في شرح هذه الآية تعالى قتل ما حرم وحكم عليكم في الدرس القادم ان شاء الله تعالى جزاكم الله خير بارك الله فيكم الاسئلة يا شيخنا يا شيخنا حلفك بالله وبقبر رسول محمد لا لا ما تحلف ما تحلف يا رب رسول محمد حلفك بالله هذا الدكتور علي عبد